أتينا إلى سوريا لنقوم بمهرجان بلا حدود كما قمنا بالسنة الماضية. في هذا المهرجان نهدف أن نخرج الأطفال من جو الحرب إلى جو الطفولة. إن شاء الله هذا البرنامج مستمر ب13 يوم في مناطق مختلفة في سوريا. في هذا المهرجان نهدف أن نخرج الأطفال من جو الحرب إلى جو الطفولة. يعني إن شاء الله هذا الأطفال يشاهد دائما القتال والحرب والرصاص، لكن بهذا المهرجان إن شاء الله سوف نرى الابتسامة في وجهه. هذا العرس الكبير للأطفال في بلدة دابق، حيث يقام كرنفال بمناسبة العام الدراسي الجديد لهذا العام 2018-2019، حيث يتم توزيع الهدايا على التلاميذ بكافة المراحل والأعمار.